شغال شغال يا امير وحش. كل حبايبنا النهارده في مول ماكس ستور فرع المنصوره يا ست البنات اكتر شير ومنشن كسبان معانا، وهنفرح كل الناس النهارده في اللايف ده. واحد طالع كده مزاجه حلو الحمد لله، طالعين نفرح كل عرايسنا وكل اهلنا وكل امهاتنا اللي بيتفرجوا علينا. كل معانا كده يصلي على النبي كده ايه عليه افضل الصلاه والسلام. سمعيني مبروك يا داليا، الاول تعليق معاكي في الايه؟ في الكومنتات. الف طب يلا مها مين مها، الف مبروك يا استاذه مها. قلت اكتر شير ومنشن يا ست البنات دلوقتي كسبان معانا، اكتر شير ومنشن دلوقتي كسبان معاك يا ست البنات. طلعت يا عروسه هنبقلك فروضه الايه؟ الاربع والخميس والجمعه يا ست البنات، والاربع والخميس لحد يوم الجمعه يا عروسه مهرجان البلاك فرايداي من ماكس ستور يا ست البنات. طلعت هنبيع ببلاش عشان نفرح كل اهل مصر وكل عرايس مصر بفضل الله. خش يا حاج كده، قلت لك بفضل الله النهارده احنا في اكبر صاله عرض يا عروسه واكبر تشكيل ملايات قطن يا ست البنات من اقوى واحسن البراندات مصر. شغال يا وحش، شغال يا امير وحش. خش يا حاج، عايزين اكتر شير ومنشن. يلا يلا اكتر شير ومنشن لايف الميلاد كله حلويات يا ست البنات. عايزك تركزي معايا كده عشان افرجك على اقوى كوليكشن ملاية سرير يا ست البنات في مصر، قطن 100% اقوى البراندات. معاك الحريه انتر ماركت يا ست البنات زي ما انت شايفه كده بفضل الله في اكبر قسم ملاية يا ست العرايس عشان نفرح الناس. يلا يا حاج، يلا يا حاج، الناس بدات تجمع معانا يا حاج. نبدا بالمشجر الاول. تعالي نبدا كده مع بعض الطقم يا عروسه، ابو بلاش وصل بكل التشكيل. عايز الباب اللي جوه؟ اه يلا يلا يوسف. خش يا حاج، يلا يا حاج تعالى اتفرجي معايا على المشهد ده وانت شايفه. قلت لك عروسه بفضل الله هتجهز لي عروض شهر 11 يا ست البنات. قلت لك العروض شغاله كل يوم مش يوم الجمعه بس يا ست البنات. يلا يا باشا معاكي يوم كام؟ اربع وخميس وجمعه. اربع والخميس يا عروسه، الثلاث بكره من الساعه 10 الصبح. رزق كل عروسه هتنورنا، هتاخد طقم السير ب 10 جنيه. الله، كل عروسه هتنورنا بكره الصبح، اول 10 عرايس بفضل الله هتنورنا بكره الصبح هتاخد طقم السير ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. بص كده بقى، صلي على النبي يا ست البنات. عليه افضل الصلاه والسلام. طقم السير يا عروسه ايه؟ القطن. القطن. يعني كام؟ خمسه قطع. الخمسه قطع يا ست البنات، اتفرجي بقى معايا على ايه؟ افتح يلا، تعالى افتح كده. يلا يلا يلا. والجمال ده. حلويات وبلاش. بص الجمال ده، يلا يا ابو فضل الله عايزين نسمع مبروك. يلا يا ابو عنونة اهو، يا ام سهل عروسه على طقم السرير الكبير الخمسه اهي، خمسه قطع يا ست البنات. اتفرجي على الجمال ده، رزق العرايس بفضل الله اللي هتنورنا بكره الصبح. قلت لك هتاخد طقم السرير ب 10 جنيه عروسه، ده كل عروسه هتنورنا في المول. 10 عرايس هتنورنا بكره الصبح يا ست البنات. الله اكبر. بص على الجمال ده يا عروسه كده، طقم السرير الكبير قطن المصريه 40 يا عروسه، 260 260 يا ست البنات، يعني اكبر طقم سرير في مصر بعون الله. الحمد لله. بص على الشياكه وعلى الجمال ده، اتنين خداديه واتنين مخده. خمسه قطع يا عروسه. خمسه ايه؟ خمسه قطع. يعني اتنين خداديه واتنين مخده. كيس مخده يا عروسه. اتنين كيه؟ اتنين خداديه واتنين كيس مخده يا ست البنات. تعالى اتفرجي معايا على اشكاله والوانه كلها. بصي الاشكال والالوان يا ست البنات. تكرار تكرار تكرار. بصي يا حاجه، قلت لك فقراتنا من بكره الصبح رزق العرايس بفضل الله اللي هتنورنا بكره الصبح. قلنا عنوان المنصورة اخر شارع مجمع المحاكم على البحر يا ست البنات، خامس برج عينك اليمين. الناس تقول لك صوت السرعة مين؟ تمام يا حاج. شغال يا حاج، شغال يا حاج. خش يا حاج كده على الجمال. يلا يابا الله يبارك لك، افتح يابا. السرير الخمسة ايه؟ خمسة قطعة. قطعة يا ست البنات. أبو بلاش. قلت لك بكرة بكام؟ بكرة بكام؟ بكرة بكام يا ست البنات؟ اديهم يا حاج. خش يا حاج اتفرج على الجمال ده. قلت لك بكرة طقم السرير الكبير يا عروسة الخمسة قطعة. الخمسة ايه؟ الخمسة قطعة. بكرة يا عروسة بكام؟ بكام؟ ب 150 جنيه بفضل الله بكرة. اديني. بقول لك بدل 225 جنيه بكرة ب 150 جنيه. 150 جنيه. 150 جنيه. يا ست البنات قلت لك بابا المجال طالع يضحي ويفرح الناس كلها. بص على الجمال ده، قلت لك ب 150 جنيه يا عروسة. 150. 150 جنيه يا ست البنات. أشكاله ما بتخلصش. يا حاج نفتح شكل تاني. عايز شكل تاني. اللي أنت عايزه يا حاج معاه. بكرة بكام؟ 150 جنيه. قلت لك عايز اسمع مبروك يا داليا الاكثر شير ومنشن. علامه الشير يا داليا. ماشي. علامه الشير يا داليا. الناس تقول لك انا كسبت في الاخر نخش نقول ايه؟ لا ما عملوش كده يا داليا. بيضحكوا علينا. ب 150 جنيه. 150 جنيه يا عروسه. طقم ملايه قطن خمسه قطع. خمسه قطع يا ست البنات بكره ب 150 جنيه. 150 جنيه. عايز العرايس بكره اللي هتنورنا بكره الصبح، عايزه طقم اجدد واحد ب 150، عايزه 10 هتجيب 150 يا عروسه زي ما انت عايزه.
تقول لك رزق العرايس اللي هتنورنا هتاخد طعم الملايه بكره بكام؟ ب 10 جنيه. ال 10 عرايس بفضل الله ينوروها بكره في فرع المنصوره ليهم طقم سرير ب 10 جنيه. 10 جنيه. طقم سرير ب 10 جنيه يا ست البنات. يلا جوتشي يلا جوتشي جوتشي الاول جوتشي الاول. يا حاج هات لي جوتشي يا حاج وحلاوه جوتشي يلا. 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 علي بقى اتفرجي على الطقم يا عروس. عايزه الاربعه ب 1000 جنيه بفضل الله. موجود. عايزه ايه يا عروسه اللي انت عايزاه كله بفضل الله موجود. بصي بقى على طقم السرير ده بكره هتاخديه كتاب. يلا يا الاربعه ب 1000 قلت لك بكره يا عروسه الاربعه ب 1000 جنيه طقم السرير الاربعه ب 1000 طقم السرير الاربعه ب 1000 افتح يا بابا الاربعه ب 1000 جنيه يا عروسه الله اتفرجي بقى على الجمال ده عايز اكتر شير ومنشن دلوقتي نسمعه مبروك يا بلد بصي يا عروسه كده بكره الطقم بكام ب 250 جنيه يعني الاربعه ب 1000 جنيه ست الاربعه ب 1000 جنيه قلت لك ماكس سكور جاب لك عليها واطيها في مجال المفروشات كلها بفضل الله خش يا حاج عليا بقى تعالى كده تعالى يابا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله اكبر بصي يا ست البنات كده بصي يا ست الكل على اكبر تشكيل مرايه في مصر كلها تحت سقف واحد يا عروسه جمهور ماكس ستور فرع المنصوره او فرع شربين هتلاقينا موجودين في انتظار كل حبايبنا بكره الصبح اتفرجي بقى معايا على الجمال ده وعلى الشياكه يا ست البنات اتفرجي بقى معايا على الدلع والحلاوه ده يا عروسه خش معايا كده خش معايا كده قلت لك اول 10 عرايس بكره هينورونا يا عروسه هياخد طقم السرير ب 10 جنيه كده هتخش تشاور على طقم السرير هقول لك هتاخديه ب 10 جنيه اللي انت عايزاه يا ست البنات بكره ب 10 جنيه يا عروسه بكره ب 10 جنيه بص على الجمال ده قرب 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 بص على الشياكه والحلاوه دي ماكس ستور بيضحك عليك كده يا دبي معاك يا حاج والله هتختار لك ايه ولا ايه يا عروسه بص بص الجمال تعالي بص طب بص اديني الشيشنا كده المطرز بيبتدي من كام اهو اي حته امسكها اقول سعرها بص اتفرجي كده يا ست البنات الله اتفرجي يا عروسه كده على طقم السير قطن بكره بكام؟ قلت لك بكره هنبيعك بنص الثمن يا ست البنات الله اكبر الطقم اللي ب 575 جنيه بكره ب 325 جنيه 325 جنيه يلا يا حاج اتفرجي على الدلع ده يا عروسه بكره بكام؟ كرانيش ومطرز اهو يا حاج بص الشيكه ده بكره ب 315 يا ست البنات 315 مهرجان ماكس ستور مهرجان يا عروسه شهر كامل قلت لك بكره شغالين من الساعه كام؟ من الساعه 10 الصبح عروضنا شغاله لحد يوم الجمعه يا ست البنات بص على الشياكه دي بقى ده ده قمر ده بص بقى على رزق الناس رزق حرايسنا وحبايبنا كلهم بكره هياخدوا الحاجات دي بربع الثمن قلت لك الطقم ب 625 جنيه بكره ب 325 جنيه 325 325 جنيه عروسه بنص الثمن احنا ما بنهزرش الجمال ده يا عروسه الاونلاين شغال قلت الاونلاين والتقايه والتوصيل شغال لحد يوم البيت يا ست البنات اتفرجي على الجمال ده الاسعار عليها اهو ب 340 جنيه طقم من السرير الكبير يا عروسه 340 جنيه بص على الجمال ده بص يلا يابا متخيله ان القمر ده بكره يا عروسه بنص الثمن ب 310 310 310 الناس تقول لك الصوت والسرعه منين ايه؟ تمام تعالى يا حاج خش كده شغال الله يبارك لك روح بص بقى على شغل الجوبري القمر ده بص شغل الجوبري يا عروسه بص الجمال ده عايز اطلعي فين يا دالي يلا تعالى على المصنع ده يلا تعالى بص كده اللي هتشاوري عليها هنقول لك سعر يلا عدى يا باشا عدى يا باشا قلت لك اكتر شيرو منسن شغال معاك يا دالي كده شغال شغال تشكيلي يا عروسه من طقم سرير ممكن ايه يا عروسه وصل بفضل الله طقم ايه؟ الدرج طقم الدرج بص على الحركه دي يا عروسه بص على الحركه دي يا ست البنات بقول لك كوليكشن 2024 2024 يا ست البنات وصل 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 يا ست البنات عندنا مهرجان البلاك فرايداي شغال معاك يا ست الكل بكره من الساعه 10 الصبح كل العرايس بقى اللي بتتفرج علينا تتفرج وتشوف الجمال ده بص على الطقم القمر ده يا عروسه شفت الشبيره دي بدل 675 جنيه 470 جنيه بفضل الله 470 جنيه يا حاج اشكاله ما بتخلصش 470 جنيه يا عروسه الله يبارك لك 470 جنيه يا ست البنات 400 وكم؟ و70 470 جنيه يا ست الكل ولا شبيره واحده ولا اثنين و70 جنيه 6 7 واحد يا عروسه التشكيل معاكي مفتوح والكميات زي ما انت عايزه عايز زي ما انت عايز تقولي قولي بص على الجمال الطقم الاربع قطع الجوبر ده ب 470 جنيه بص على الجمال ده بقى الموديل الثاني اللي بعده اهو بص بص يا ست البنات كده خلي بالك من العلامه المائيه يا عروسه عشان المضروب عشان المضروب يا عروسه 470 جنيه 470 جنيه الله يبارك لك متجوز لك في مهرجان شهر 11 يا ست البنات قلت لك 470 جنيه 470 جنيه بص يا حاج الجمال اشكالنا ما بتخلصش يا حاج الموديلات قلت لك موديلات يا عروسه ب 470 جنيه 470 جنيه 470 جنيه يا ست البنات بص بقى الدرع شوف شوف انا مرميش الكرتون انا اعملها علبه مكياج افتح لي يا ابني الدرج ده طب غير الكرتون غير الكرتون افتح درج تاني يلا يلا 470 جنيه 470 جنيه شوف الجمال والشياكه طب لك والدرج يا عروسه شوف الجمال والشياكه والحلاوه 470 جنيه 470 جنيه 270 في 240 يا ست البنات
قلت لك ضايع يا حاج وفرح الناس يا داليا اكتر شير ومنشن كسبان. بص يا حاج على الموديل اللي بعده 470 جنيه. 470 جنيه عروسه طقم الملاله. شفت الجبيره دي 470 جنيه. 470 جنيه لا واجبه فستان الفرح. بصي على طقم مفرش الزينه يا عروسه ب 470 جنيه. يعني لو معاكي 5000 جنيه هتجهزي؟ هتجهزي. 50000 هتجهزي يا عروسه؟ تعالي بص معايا كده. تعالي 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 470 جنيه. 470 جنيه بفضل الله. 470 جنيه. تعالي بقى معايا ايه؟ نشوف اكبر تشكيل في مصر بقى. بقيته بقى يلا. تعالى بس تعالى تعالى. معاك معاك. شغل بيسان وصل بفضل الله بكل الكميات. بص كده معايا شغل بيسان يا عروسه. شغل ايه؟ فساتين فرح. بص يا حاج على الجمال. سكرينات كويس سكرينات. قلت لك اللي عايزه شحن والتوصيل شغالين لحد ايه؟ لحد باب البيت. طقم بيسان وصل يا عروسه بكل التشكيل والالوان بفضل الله. بص على الجمال ده. بص بقى على شغل مزيكا. اللي نفسه في حاجه يقولها. بص يا عروسه اللي نفسك في حاجه قولها. قلت لك بص طالعين نضحي ونفرح كل الناس. انا عايزك تكسبي الناس ده. اكتر شير ومنشن. طب يلا. عامل معاكي شير دلوقتي. بص على الجمال ده يا عروسه ب 910 بكره ب 640 جنيه. 640 جنيه دي مقاسات خاصه. يعني بقى شغل الهاند ميد بقى. شغل الهاند ميد يا عروسه من مصنع ايه؟ مزايا. مزايا يا ست البنات 525. 525. بص يا حاج 550 جنيه. 550 جنيه. 550 جنيه. قول لك طقم كازان يا عروسه اهو. علي كده بقى. طقم ترند الترندات. الاكثر مبيعا. بص يا حاج الطقم ب 1200 جنيه بكره ب 990 جنيه. 990 جنيه. 990 جنيه يا ست البنات. بص الشياكه. والقمر والحلاوه. الغالي موجود والرخيص موجود. قلت لك عندك من اول 150 جنيه لحد بكام؟ لحد 1200 جنيه. بص الشياكه والمصنع بسات. بص الشياكه والمصنع ايه يا عروسه؟ المصنع بسات. تعالي. ده التشكيل منك. تعالي يا باشا بص التشكيل منك يا حاج. رسومات 2024 موديلات 2024 يا عروسه. بص على الشياكه دي بكره ب 440 جنيه. 440 440 جنيه. يلا يابا الله يبارك لك. 440 جنيه. 440 400 اديني 40 جنيه يا عروسه. خلي الناس تفرح يا بني. شوف شوف قد ايه. 440 تشكيل في مصر بعون الله موجود عندنا احنا وبس. 440 علي. بص 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 بقى. بص بقى يا حاج. الله اكبر. شغل الجوبيري يا عروسه. الجوبري المستورد يا ست البنات بكره ب 440 جنيه. 440 جنيه. 240 في 270. بص على الجمال ده. 200 وكام؟ 440. 400 وكام؟ 40. بص معايا كده. 400 وكام؟ لا دي مش 440 بقى. امال ايه؟ انت غيرت اسعار. 400 جنيه. بص يا حاج. 400 جنيه. قلت لك اكبر شرح بيضحي يا عروسه بكره بفضل الله من يوم الثلاث لحد يوم الجمعه يا عروسه. فاتحين من الساعه 10. قلت لك كل يوم شغالين من الساعه 10 الصبح. لحد الساعة كام؟ لحد 12 بالليل يا ست البنات. قلت لك أكتر شير ومنشن عشان نفرح الناس كلها بفضل الله. تعالي تعالي. نروح للطقم التركي يلا يلا يلا. يلا. خش طقم التركي يا عروسة. طقم إيه؟ طقم التركي. طب ما تسمعنا مبروك كده يا دليل. والله نفسي يا حاج. قلت لك الطقم التركي يا ست البنات. الطقم إيه؟ التركي. الطقم التركي. الطقم التركي يا عروسة اللي بتباع فيه إيه؟ حتى ب 525 بكرة بكام؟ بكرة بكام؟ 360 جنيه. 360 جنيه. ابعتها له احنا ملوك العروس في مصر. قلت لك التركي ب 360 جنيه. 360 جنيه. ب 360 جنيه. اديهم يا حاج. بكام؟ 360. هياخد بكره ثلاث تطقم بكام؟ يلا. الثلاث تطقم بكره ب 1000 جنيه. ب 1000 جنيه ضحي يا حاج. ب 1000 جنيه بكره الصبح. اديني. بكره الصبح يا عروسه بتاخدي طقم تركي. طقم تركي يا عروسه مقاس كام؟ 260 في 240. أربعة قطع. الثلاثة بكره ب 1000 جنيه. الثلاثة ب 1000. بص على الشياكة وعلى الجمال ده. ثلاثة بكرة ب 1000 جنيه. خدت واحد ب 360 جنيه. الله شفت ده؟ جمال وعشياكة ده. أشكاله ما بتخلصش. تعالي بقى بص. الواحد ب 360 والثلاثة ب 1000 جنيه. ركزي معايا. ركزين يا حاج. مبروك يا دنيا. عايز أسمع؟ أنا والله نفسي أقول. يلا أختر شير ومنشن. قلت لك الطقم التركي يا ست البنات إيه في المرحلة دي؟ قلت لك الطقم التركي يا عروسة بكرة بكام؟ ب 360 جنيه. خدت ثلاثة بكرة ب 1000 جنيه. الشحن والأونلاين شغال. كده معايا على الجمال. شوف التقفيل. شوف التقفيل. انا عايزك تبص على الخامه يا عروسه وحلاوه الخامه ايه؟ القطن التركي يا ست البنات. افتح يابا افتح. تعالي بقى اتفرجي. هفرجك على اكبر مقاس ملايه في مصر بعون الله. اكبر مقاس ايه يا عروسه؟ ملايه في مصر مشجره. ملايه يا عروسه. قلت لك اللايف ده كله عروض وكله خصومات ضرب نار. ومش براند واحد ولا اثنين. قلت لك الصاله كلها عليها عروض يا ست البنات. تعدي خصم 25%. بصي على الجمال ده. خش يا حاج. معاك يابا الله يبارك لك. روح بقى على اكبر مقاس ملايه تركي في مصر كلها يا عروسه. الله اكبر. بصي على الجمال وعلى الشياكه ده. شايفه المقاس رايح لحد فين؟ شايفين يا حاج. بكره الثلاثه ب 1000 جنيه. ثلاثه ب 1000. بكره الثلاثه ب 1000 جنيه يا عروسه. بصي الجمال ده.
التلاتة بألف جنيه ولو عايز الطقم الواحد بتلتمية وستين جنيه. بص بقى على الوانه، بص على الوانه 360 في 240 قلت لك التلاتة بكره بألف جنيه. تلاتة بألف جنيه، تلاتة بألف جنيه، تلاتة بألف جنيه. حلاوة الأبيض وجمال الأبيض، حلاوة الأبيض إيه وجمال الأبيض، وجمال الأبيض يا عروس. بكره التلاتة بكام؟ عنوانك فين بتقول؟ عنواننا المنصورة يا ست البنات، آخر شارع مجمع المحاكم من على البحر، خامس برج إيديك اليمين. الله يبارك لك رو. بكره الصبح من الساعة 10. رايح فين؟ رايح فين انت هنا؟ رايح فين؟ الطقم المضيء. العالمية نتحدث. أنا العالمية إيه يا عروسة؟ نتحدث بفضل الله. طقم سرير العالمية بتشكيله بكل ألوانه وصل يا ست الكل. العاملة دخلت أوضة ضلمة عشان تشوفه بينور ولا لأ. خش يا حاج الجمال ده. مع راسي اللي بتسأل على إيه؟ الطقم المضيء. الطقم المضيء يا عروسة، بما إن النور بيقطع أكتر من ثلاث ساعات في اليوم، هتاخد الطقم اللي إيه؟ هينور في الضلمة. الطقم المضيء ده بكرة يا عروسة ب 550 جنيه بدل 800 كام؟ بدل 875 جنيه، بكره ب 550 جنيه. الله يبارك لك يا عادل. شغل العالميه الاصلي يا عروسه مش المضروب. شغل كمان؟ العالميه الاصلي كمان؟ يعني القطن 100% يا عروسه بكره ب 550 جنيه. 550 جنيه. 500 موجود منه الكبير وموجود منه الاطفال. تشكيل لافي كله بكامل تشكيله يا عروسه موجود. فرنج ال 300. بص يا حاج، فرنج ال 300. اضرب يا حاج سعر يلا. بص يا حاج على الجمال ده. بص على الجمال ده بكره 365 جنيه. ده الميكس. مصنع لافي يا ست البنات، يعني اشهر مصر العمريه. احلى طقم ملايه في مصر. بص يا حاج كده. بص الجمال ده، طقم الملايه ايه؟ الماتشنج. الماتشنج اهو. يعني خدودات لون والسرير لون. 365 جنيه يا ست الكل. 365 جنيه. تعالي 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 تعالي. معاك معاك. ايوه الحته القمر دي. تعالي بقى نتكلم على العالميه شويه. قلت لك العالميه مش هتلاقيه عند حد في مصر كلها تشكيله ده، بكل التشكيل ده وكل الموديلات والالوان دي غير عندنا احنا وبس بفضل الله. قلت لك شهر 11 كله خير وسعاده وبركه وسعد وهنا على كل العرايس بفضل الله. ده بص اطفال كده، شوف الجمال والعظمه والشياكه. طقم الاطفال يا عروسه الشيفون، يعني يشتغل معاكي بدل المفرش يا عروسه. بص الجمال كده، بص الشياكه، اشكاله كلها موجوده. بتاعت مصنع العالميه، مصنع العالميه الاطفال، يعني اتنين مخده واتنين خدريه واتنين ملاي. اديني اشكال، اديني اشكال. قلت لك اشكاله ايه؟ شفت انت البيبي بلون اللي فوق ده؟ شفت انت البيبي يعني بص كده. شوف يا لهوي على الجمال. الله اكبر. بص اشكاله ورسوماته يا ست البنات نفسها كلها شبابي. بالظبط. يعني لو انت مش عايزه رسومات اطفال. ست قطع يا عروسه بتاع العالميه موجود بكره في عروض شهر 11 كلها يا ست البنات. سعرك يا حليك يابا. سعرك يا حليك. بدل 1180 جنيه بكره ب 720 جنيه. 720 جنيه. 720 جنيه يا عروسه. 720 جنيه. 720 جنيه. يخش للدفايه ملايين. طقم الدفايه يا عروسه الستة قطع الاطفال. طقم الدفايه ايه؟ الستة قطع. الاطفال، ركزي معايا كده. العالميه عامله لك يا عروسه طقم سرير على ايه؟ عالميه فعلا، طقم سرير دفايه. طقم سرير ايه يا عروسه؟ دفايه. قطيفه. يعني خليكي تستغني عن المفرش القطيفه وتاخدي الطقم ده. بدل ما تدفع 2000 جنيه و1500 جنيه هتدفعي فكه النص. بلاش هتدفعي ايه؟ نص المبلغ. انك رحت جبت فرخه بالظبط يا عروسه. ده كام؟ ب 680 جنيه. 680 جنيه. و80 جنيه. العالميه يعني الشغل ال 100 100. الله يبارك لك. شغل 100 100. بص ب 680 جنيه. 600 موجود منه الكبير والاطفال. التشكيل والالوان بتاعت شغل العالميه. بص وعايزه طقم الحريه. بص طقم الحريه اطفال وكبير. مطبوع الاطفال. طقم الحريه المطبوع الاطفال موجود بكل ايه؟ اشكال والوانه. بص على الجمال بتاع الحريه ووصل كمان سوق. مصنع اصول يا ست البنات، الناس اللي بتدور على شغل القطن يا عروسه. تصنع اصول والسعر الخفيف. تشكيله ببلاش. ببلاش. قلنا بكره اصول بكام؟ 485 جنيه. 485 جنيه. شيل يا يوسف الشغل ده. معاك ايه؟ معاك ايه؟ تعالي بس صلي على النبي كده وتعالى. عليه افضل الصلاه والسلام. شيل الكلام ده. يلا 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 معاك. شغال شغال شغال. مصنع ايه؟ مودرن وحريق. ناس معاكي؟ ناس معايا. الناس اللي مشاركه معاكم ومكمله معاكم. مفيش حد ظهر قدامه ان هو عامل مشاركه. كل نازل عشان الناس اللي كسبت اللايف. قشطه ماشي. خش يا حاج تعالى. كله عمال يقول ايه؟ يشاهد يشاهد يشاهد. يا حاج حد اخر اللايف. مصنع ايه؟ مودرن وحريق. حرير يا عروسه. مصنع مودرن وحليب. الرصاص مش عارفه اجيبها. وحلويات. قلت لك ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك. المنتجات في مصر بعون الله. تاجر جمله ونفسك في كميات نخليك تبيع زي ما احنا بنبيع ويبقى مزاجك حلو. عروسه عايزه حاجه كويسه وسعر قليل تنوريني. شغل مودرن وايه؟ وحريق. شغل مودرن ايه يا عروسه؟ وحريق. يعني 2000 24 24 جمال مودرن. اسعاره وجمالها مول ماكس ستور. بص على الجمال. الله اكبر. على الجمال. الله اكبر. بص على الحلاوه دي يا عروسه. شفت الكورنيش ده؟ بص الجمال ده.
بص يا الحلاوه دي، ودينا على فين تاني؟ تعالى تعالى اوريكي بقى حته طقم ايه. يلا تعالى يلا معايا. عايز ابص على الاطفال. تعال بقول لك مايوركا، مايوركا يا عروسه وحلاوه مايوركا بفضل الله. مايوركا يا ست البنات وصل بكل تشكيله وحلوياته ومدلاته، كبير يعني واطفال. السرير القطن يا ست البنات المطبوع، طقم السرير القطن الكرانيش من مصنع ايه؟ مايوركا. كيزي معايا دبانه سليله. بص على الشياكه، بص على حلاوه مايوركا. ده هو مايوركا ما شاء الله. مايوركا يا ست البنات الطقم الاكثر مبيعا عندنا في المول، اقوى براندات في مصر يا عروسه في الجهاز كلها. بص على الجمال ده، مايوركا وحلاوه ايه؟ مايوركا. الله اكبر. بص يا حاج، بص يا الوانك وتشكيلك. فاتحين من الساعه كام؟ قلت لك بكره من الساعه 10، منتظرين كل حبايبنا وكل امهاتنا وكل اباطنا وكل عرايسنا بفضل الله اللي هتنورنا بكره الصبح، وهتاخد طقم السير ب 10 جنيه، طقم السير بكره. ايوه بقى ب 10 جنيه. برزق اول عرايس هيشرفونا من الساعه 10 الصبح. الله يبارك. بص على الشياكه دي. بص على الحلاوه. شفت الالوان تخطف. بص الحلاوه دي. اوعي تنسي يا عروسه، خدت كشفك بالكامل هتاخد طقم السرير. ب10 جنيه. بكام؟ ب10 جنيه يا عروسه. بكام؟ ب10 جنيه. ب10 جنيه. تعالي بقى شوف الاطفال اهو. تعالي شوف الاطفال اهو. يلا ركزي معايا، ركزي معايا، ركزي ايه معايا؟ مصنع ايه؟ مزايا. مصنع مزايا. مزايا بقول لك، عندنا اكتر من 500 مصنع في قلب المكان يا ست البنات. قلت لك بفضل الله اقوى واكبر تشكيل ملايه في مصر بعون الله. ركزي معايا على طقم وحلاوه الطقم كده. ركزي معايا، راح في ايه؟ هخرج لك عشان اخش نايمه. والله ابدا. بصي يا عروسه كده على اقوى واكبر تشكيل ملايه اطفال في مصر بفضل الله. بصي مصنع ريش نعام وحلاوه ريش نعام يا عروسه. بصي الجمال ده، وصلي على النبي ووحد الله كده. خشي يا عروسه كده، بصي الشياكه وتشكيل الملايات بفضل الله في مصر كلها. خش على مين؟ على مين؟ خشي كده معايا ايه؟ وركزي. هاتي يابا الله يبارك لك. روح خش خش. يلا معاك. قلت لك ورطنا شغاله بكره من الساعه كام؟ من 10 الصبح. تعالي ورايا. رايح فين تاني؟ تعالي ورايا. بص معاك انا اهو. بص الطقم ايه؟ يلا نضرب اسعار واحنا ماشيين. بص الطقم ايه؟ يلا طقم لايت بكره بكام؟ 675. 675 جنيه يا عروسه. الله يبارك لك. 75. ركزي معايا، الفئات كلها موجوده. ركزي معايا، قلنا سعر ده؟ لا، كل ده بومبونيت اللايف. اللي عايزه طقم سرير ببلاش نصلي على النبي وتوحد الله كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحلاوه الطقم ده، قلت لك رزق العرايس بكره اللي هتنورها تاخد طقم السرير بكام؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه يا ست البنات. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. قلت لك انا بقى عروسه وعايزه اوفر معايا وعايزه اجيب قطقم خيه ملايات. بص على الجمال ده، ببلاش. السرير المشجر ده يا عروسه سعره مفاجأة. ببلاش. ببلاش للي هينورنا بكره. بص الجمال، ببلاش 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 يا ست البنات. فينك عروسه وبتجهزي؟ كل الناس تعمل مشاركه للايف ده عشان نكسب بعد اللايف. سلام.